اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي برنامج سياستير. بنواصل سلسله حلقاتنا عن الملتقى الدولي او العالمي السادس لرسامي الكاريكاتير اللي بتنظمه الجمعيه المصريه لرسامي الكاريكاتير، واللي زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت اللي بيتكلم عن موضوع الثقافه. النهارده معانا مجموعه جديده من الصور، مجموعه جديده من الرؤى العالميه اللي بتتناول موضوع الثقافه من زوايا مختلفه. بس ارجع افكر حضراتكم بالهدف، الهدف الرئيسي من هذا الملتقى هو بيان فكرة ان السوشيال ميديا خدت مساحة كبيرة جدا من الوسائل والادوات اللي كانت السبب ولها الدور الرئيسي في تثقيف الاجيال السابقة، وبالعكس دي خلقت منهم العمالقة، خلقت منهم الادباء والرسامين، خلقت منهم الفنانين، خلقت منهم كثير ممن اثروا في المجتمع العالمي. برجع افكر حضراتكم دولة الكويت هي ضيف شرف المعرض. مجموعة جديدة النهاردة معانا من الصور واللوحات المعروضة، 450 لوحة، 120 لوحة منها لنجيب محفوظ. خليكم معانا. شاهدينا ايضا التقينا في ملتقى اليوم مع منسق الملتقى السادس، الملتقى العالمي للجمعيه المصريه لرسامي الكاريكاتير، الاستاذ فوزي مرسي. اهلا بحضرتك استاذ فوزي. اهلا وسهلا بحضرتك. تكلمنا عن التنظيم الرائع ده والمحفل الجميل المشاركه فيه كم هائل من الدول العربيه والدول المختلف رسامي العالم في عنوان الثقافه. يعني احنا الحمد لله للسنة السادسة على التوالي بننظم الملتقى الدولي للكاريكاتير، يعني ده يمكن اول مرة تحصل في تاريخ الكاريكاتير المصري الملتقى بهذا الزخم، ينظم على 6 سنوات متتالية، والحمد لله يعني بنفس النجاح وبنفس القوة بنفس الاهتمام من وزارة الثقافة اللي بنشكرها دايما، فالحمد لله. يعني يمكن حتى فنانين مختلف دول العالم بيصروا ان هم يشاركوا معانا سواء بالحضور او حتى بارسال اعمالهم عن طريق البريد، فده بيسعدنا جدا. طبعا مجهود كبير بنبذله عشان إقامة الملتقى دون، يمكن مشاركات هائلة جايلنا، حوالي 1800 مشاركة من مختلف دول العالم، جانا من حوالي أكثر من 500 رسام، أكثر من 70 دولة. لما اخترنا الأعمال طبعا لأن القاعة ما تقدرش تستوعب الأعمال اللي كنا بنعرضها، كنا في أصل فنون كنا بنعرض حوالي أكثر من 700 عمل، دلوقتي طبعا القاعة ما مش هتقدر تستوعب العدد ده كله، اخترنا حوالي 420 عمل للعرض السنة دي. هل في معايير أو اشتراطات معينة كان على أساس اختيار لوحات من هذا الكم اللي كان مشارك بالفعل؟ هو طبعا كان احنا اعلنا عن الموضوع الاول وهو موضوع الثقافه، الثقافه بشكل عام بقى الكتاب، المسرح، الفن التشكيلي، السينما، واخترنا كمان البورتريه الكاريكاتيري، محور البورتريه الكاريكاتيري شخصيه نجيب محفوظ. يمكن كان اختيار الاعمال اللي هي طبعا بتخص الموضوع او بتناقش الموضوع، طبعا كنا بنستبعد دايما الاعمال اللي بتهاجم او اللي هي يعني ما مش ضمن عاداتنا وتقاليدنا، فكل ده بيتم استبعاده، فدايما بنختار بقى الافضل. طبعا كان في مشاركات، كان لو كل فنان مثلا بيشارك بلوحه او 2 أو 3، فكنا بس بنقدر ان احنا ناخد منه لوحه فقط بس في العرض، فده طبعا قلل المعروض شويه. استاذ فوزي، انطباعاتك عن ابرز المشاركات في معرض اليوم؟ يعني الحمد لله عندنا مشاركات كبيرة جدا، عندنا فنانين مختلف دول العالم. لما أعلننا عن يمكن المحور الثاني اللي هو بورتريه للأديب العالمي نجيب محفوظ،
جايين عملنا اعمال هامه جدا. كان الفنانين بس ما يعني ما رسموش مجرد بورتريه بس، لا ده هم اهتموا وبحثوا عن نجيب محفوظ، وطبعا شخصية معروفة عالميا والناس كلها تعرفها، لكن هم حاولوا ان هو يشوفوا نجيب محفوظ واعماله، ويمكن اللي فيه قرا كمان عن نجيب محفوظ واعماله. كان جاينا مشاركة من فنان ان هو راسم نجيب محفوظ والخلفية بتاعته، عامل صفحة من رواياته مكتوبة باللغة العربية، فده حاجة هايلة جدا ان هو بحث عن رواياته. في فنان تاني ودي حاجة يمكن أسعدتني جدا، هو راسم نجيب محفوظ بيكتب والخلفية بتاعته مكتبة، ويمكن كل كتاب من الكتاب دون في عاملها بالجرافيك كده اسم كل رواية كتبها نجيب محفوظ بالسنة كمان بتاعتها باللغة العربية. فده ان فنان روسي يبذل كل المجهود ده ويعمل ده حاجه طبعا جميله جدا. يمكن اسعدنا كمان من دكتور فتحي الاهتمام بالمعرض واهتمام بالنجيب محفوظ. يمكن المعرض جاي بالتزامن مع افتتاح متحف نجيب محفوظ اللي قريبا ان شاء الله يفتحوه، فهو اسعدنا بخبر ان احنا ممكن ان شاء الله ننظم معرض بعد الملتقى، ان شاء الله ننظم معرض خاص بنجيب محفوظ وبعد افتتاح المتحف ان شاء الله. استاذ مرسي بشكر حضرتك شكر جزيلا على مشاركتك معانا النهارده. اشكرك شكرا يا فندم، واحنا بنشكركم دايما وتواجدكم معانا في كل الملتقيات، ده شيء بيسعدنا وده نجاح لينا كلنا يعني. شكرا ليك. اشكرك شكرا استاذ، الله يخليك. شكرا. ومشاهدينا الكرام، كان لنا حظ اللقاء مع الأستاذ جمال رخا ابن المرحوم محمد عبد المنعم رخا رائد فن الكاريكاتير، وهو أحد أعلام هذا المعرض. أنا بحاجة أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، والحقيقة النهاردة أنا يعني الأسرة كلها سعيدة بأن هم كرموا اسم والدي الله يرحمه رائد فن الكاريكاتير محمد عبد المنعم رخا، جمعية الكاريكاتير المصرية برئاسة الأستاذ جمعة فرحات، وطبعا تحت إشراف وزارة الثقافة، والأستاذ عبد الله الصاوي اللي هو باحث مؤرخ لتاريخ الكاريكاتير. تكلمنا عن الأستاذ والمعلم الأول زي ما هو مكتوب، ومعاملته لتلاميذه وتعلمهم له فن الكاريكاتير. طبعا هو الحقيقة كانوا كل الرسامين بيعتبروا زي أولاده، لأنه هو أول واحد مصري دخل في فن الكاريكاتير المصري. من أبنائه طبعا أو من تلامذته أستاذ صلاح جاهين والأستاذ مصطفى حسين والأستاذ جمعة فرحات، ومن زملائه الأستاذ صغان والأستاذ زهدي رحمة الله عليه. تكلمنا عن الفنان رسمه وخلوته مع نفسه ورسوماته، كان بيحطها ازاي، افكاره كان بيجمعها منين، اللي عاصرته حضرتك شفته معاه من خلال اعماله اللي كانت بتظهر لما كان بيتكلم عنها. طبعا هو كان او في مدرسة اخبار اليوم مبتدعين شخصيات العامة، هو كان معاه رفيع هاني مستبع فندي وسكران باشا فينا واكثر من شخصيه تانية، بالاشتراك مع الاستاذ مصطفى امين. طبعا كان هو التوام روحه زي ما بيقولوا في وضع هذه الشخصيه وضعها على الارض حقا، وابن البلد طبعا الشخصيه المتميزه اللي كان دايما بتعبر عن راي الشعب المصري. طيب هل في حاجات معينه كانت بتلفت نظره كان بيهتم بيها ان هو دايما يسجلها غير الشخصيه المصريه الشعبيه، ولا بشكل عام كان بيرصد كل احداث المجتمع؟ لا، كان بيرصد كل احداث المجتمع، كان دايما منحاز للفقراء المصريين. طيب انطباع حضرتك عن المعرض اليوم؟ المعرض جميل جدا، وان هو يعني جمع دول كتير جدا شاركوا برسوماتهم في المعرض، علاوه على ان اطفال صغيرين شاركوا في المعرض، دي حاجه كويسه بتخلي فيه تواصل للاجيال وتخلي فيه الفن متواصل دايما مع الناس. استاذ جمال رخا شكرا لحضرتك، بشكرك كتير جدا، متشكرين جدا لقناه النيل الاخبار. شكرا.
سيدنا الكرام، لنا لقاء مع الأستاذ محمد حاكم، عضو من أعضاء الجمعية المصرية لرسام الكاريكاتير، وهو أحد الأعضاء المؤسسين، وهيكلمنا عن معرض الملتقى اليوم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بص، هو الكاريكاتير مهمة قوي في حياة الناس، لأن إحنا حياتنا كلها كاريكاتير، بس إحنا بنيجي نبص بعين واحدة وما بنشوفش بالعين التانية، فبنحس إن الكاريكاتير مش حياتنا، لا هي حياتنا. عشان كده لما تعمل الجمعية المصرية للكاريكاتير بنعملها بناء على توجيهات الشعب المصري. الشعب المصري بيحب النكتة، بيحب القفشة، بيحب السخرية، بيحب حاجات كتير. ليه بننسى ده؟ ما ننساهوش، لأن لو إحنا ما عشناش السخرية والضحكة والابتسامة يبقى إيه زينا في الحياة. أستاذ محمد، كان اليوم المعرض كان عنوانه الثقافة. لاحظنا ان 120 صوره تقريبا من عدد حجم او اعداد صور مشاركه للراحل الاديب الراحل نجيب محفوظ وصور اخرى. انطباعاتك ايه حضرتك عن معظم الاعمال المعروضه؟ الاعمال معروضه كويس. وبعدين في، انا شفت بورتريه معمول واحد اسباني عامله نجيب محفوظ، انا في رايي راجل عبقري، لان بيجيب النجومه نفسها ويفككها ويعيد تشكيلها تاني، فاصبح هو موجود. وبعدين في ناس كتير، وده على فكره مش عيب في نجيب محفوظ، لكن عيب فينا احنا. احنا بنشوف نجيب محفوظ بس، لكن في ناس كتير، ما في طه حسين، في العقاد، في محمد منظور، ناس كتير، لكن احنا بنشوف نجيب محفوظ. لكن هي الشخصيه اللي اطرحت لنجيب محفوظ كان، لا هي اطرحت لما الناس قالوا ان هي من مين، فهم قاعدين قال لك نجيب محفوظ. لا، مش نجيب محفوظ، نجيب محفوظ راجل على العين والراس. انا بحب نجيب محفوظ، ونجيب محفوظ كان يعرفني كويس قوي كمان، لكن المساله مش مساله ان نجيب محفوظ، لكن نجيب محفوظ الكاركتر بتاعه يدي احساس بالشغل. ما تقدرش ترسم طه حسين مثلا عشان كفيف، ما تقدرش ترسم طه حسين بالبتاع بتاعته دي. طيب انت حضرتك شفت ان النهارده نجيب محفوظ ومعظم رسامين العالم فعلا بعتوا لنجيب محفوظ، يعني راي حضرتك في تصورهم ورؤيتهم على لوحاتهم لادبنا العظيم؟ بس هو نجيب محفوظ لانه مشهور عالميا بناء على جائزه نوبل، وده لا يقلل منه ولا يكبره، لان نجيب محفوظ كبير سواء بنوبل او بغيره، هو اسمه كبير. وحتى هو الوحيد اللي طرح في الادب عندنا قضيه الطبقه المتوسطه، احنا ما حدش فينا بيتكلم عنه، هو نجيب محفوظ اللي عمله والمخرجين عملوها، فاصبح الترجمه بره سواء كان في كادر خطوطهم محمد ورسومهم كانت وصفت اللي احنا الابعاد معينه في شخصيه كاتبنا نجيب. بص، نجيب محفوظ لما اتعمل الرسام عاش نجيب محفوظ، فطلع دي رؤيته من خلال نظريته لنجيب محفوظ. لكن نجيب محفوظ عبقري، ما حدش يتكلم عنه الوحش، وهم الناس اللي رسموه عباقره زي الرسام اللي عمله، مش معناها ان هو ضعيف، لا، هو اختار شخصيه نجيب وعملها بعبقريه. وانا عشان كده في وجهه نظري ان عبقريه نجيب محفوظ هي عبقريه الشعب المصري. استاذ محمد حاكم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا. الله يخليك، متشكرين. مستر هارس، ويلكم نيجي. اوه، ثانك يو فور يور ويلكم. هنسأله عن انطباعه عن معرض اليوم. What's the inspiration this exhibition? Yes, bueno. Well, it's my first time in Cairo in Egypt and I'm impressed. انا منبهر بالشخصيات في هذا المعرض. يوجد العديد من اللوحات من مختلف دول العالم، وهذه نتيجة لعمل الفنانين المصريين الذين شاركوا في هذا المعرض. أنا أحب مثل هذه المناسبات لأنها من الممكن أن تحدث تبادل الخبرات بين الفنانين من مختلف دول العالم. Possibility to exchange between cartoonists from different parts of the world. What's about the pictures from Cuba? We have another exhibition here. It's an exhibition of Cuba. حسن، لدينا معرض آخر هنا، وهو معرض خاص بالكاريكاتير في كوبا والذي قمت بتنظيمه، ويوجد به العديد من الصور، حوالي من 15 إلى 20 عمل يتحدث عن مختلف القضايا في العالم الحديث، وهذا سيعطي فرصة لفناني مصر والزائرين أن يتعرفوا على فن الكاريكاتير في كوبا. To see how Cuban cartoonists are making today. Which pictures you liked today? I like many pictures. There are many caricatures that are amazing
يوجد العديد من الأعمال المذهلة سواء من مصر أو من بلاد أخرى ومنها تونس. أرى أيضا أنها أفكار كثيرة ومتعددة. Ideas about lecture. Then I have not only one, I have many to select. Talk me about your opinion about artist, Egyptian artist. Yes, we have a relation for many years. Cuban and Egyptian cartoonist. At the same time, we have been. لدينا علاقات قوية ولسنوات عديدة، وأنا سعيد بتبادل هذه الخبرات. فنحن لدينا الكثير من الكاريكاتير المصري في هافانا، والآن يحدث العكس، لديكم من الكاريكاتير من كوبا في هذا المعرض. وأنا أرى أن الآن لدي فرصة رائعة للتعرف أكثر على هذا النوع من الفن المصري. To know better what Egyptian cartoonists are doing. Thank you, Mr. Hassan. Welcome in Egypt. Okay, thanks to you. ومشاهدينا الكرام، كان لنا شرف اللقاء مع الأستاذ سمير عبد الغني إبراهيم، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للرسام الكاريكاتير والقائمين الإشراف على تنظيم هذا الملتقى. أهلا بحضرتك أستاذ سمير. يا أهلا وسهلا، أهلا بيك. تكلمنا عن الملتقى اليوم وعدد الدول والرسامين المشاركين وسر اختيار موضوع استقرار الملتقى. خلينا أقول بس النهاردة هو عيد للبهجة. الملتقى ده الملتقى السادس، احنا عملنا 5 قبل كده. الاولاني كان اسمه مصر في عيون رسام الكاريكاتير في العالم، وبعدين عملنا حاجه عن التعليم والصحه، وعملنا موضوع كامل عن المراه، وبعدين الرياضه، والمره دي اخترنا سيم يبقى الثقافه. لما اخترنا الثقافه كان محتاجين براند نقول للعالم ما تيجي ترسم معانا حد، فاخترنا نجيب محفوظ الحائز على جائزه نوبل. ومهما كنا بحالمين ما تصورناش ان يجي لنا 100 بورتريه مرسومين على اعلى مستوى، وده احتفاء بالابداع المصري والادب المصري والروايه المصريه وبحفيد الفراعنه العظيم نجيب محفوظ. انطباع حضرتك عن المشاركين، يعني ملاحظ ان اليابان مشاركه، الصين مشاركه، كوبا ايضا مشاركه، يعني ابرز مشاركاتهم اللي لفت نظر حضرتك؟ خلينا اقول لك ان عندي 420 عمل من 71 دولة، 71 دولة بتحتفي معنا في موضوع واحد اللي هو الثقافة. طبعا في دول عظيمة، في بولندا، الصين كل سنة بتشارك، اليابان، فرنسا، كولومبيا، إيطاليا، ما فيش دولة مش موجودة أنا بتصور. وبعد 5 مرات احنا بنكتشف ان في احساس بالسعادة وانت بتتفرج كلنا في مباراة واحدة، موضوع واحد، فوانت بتتفرج على 420 عمل في موضوع واحد اتصور انك ممكن تخرج من هنا وانت مختلف. مشاركة مصرية، المشاركة المصرية في حوالي 36 فنان مصري. في وسط مشاكل بقى في الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية بيبقى هذا الملتقى منفس عشان الناس يجي تتنفس وتقابل بعض ويتكلموا حوالين الفن والإبداع. طيب هل في لوحات اليوم بينها مسابقة أو مرشحة أنها تفوز بجائزة لهذا الملتقى المرصود، جائزة لهذا الملتقى؟ لا، وما فيش جوائز، بس على هامش هذا الملتقى كان في مسابقة الفنانة اسمها أمنة الحمادي، وهي فنانة إماراتية عملت جائزة لرسوم الأطفال وهم رسموا كيفما شاءوا، كان عن التسامح، وفي 3 جوائز من سن 6 سنين لحد 11، ومن 12 لحد 16 سنة. النهاردة هيستلموا جوائزهم. هل في ورش عمل استمرار للملتقى او في اي اعمال جانبيه؟ بالنسبه لهذا الملتقى اصبح في حواليه حاله رواج كاريكاتوري كده، تحرير لاونج هيبقى فيها، معرض لفنان مهم قوي اسمه اريس من كوبا ومعاه 15 فنان كوبي، هيبقى في معرض في المركز الثقافي الصيني، هيبقى في معرض في المركز الثقافي الياباني، هيبقى في ورشه عمل مع فنان بولندي، هيبقى في معرض للاطفال موجود في مكتبه مصر العامه، ولقاء مع رسامي الكاريكاتير الكويتي اللي هم ضيوف شرف هذا الملتقى. استاذ سمير شكرا لحضرتك، شرفتنا ونتمنى لكم التوفيق اليوم. ربنا يخليك، انا سعيد بيك واهلا وسهلا في الملتقى. شكرا يا فندم. شكرا.
مشاهدينا الكرام شفنا في ملتقانا السادس للجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير من خلال ضيوفنا ومن خلال اللوحات اللي عرضناها. الحقيقة شفنا أفكار كثيرة، مشاركات عالمية متميزة، رؤية، وإن كانت هذه الرؤية اختلفت من فنان لآخر لأحد محاور هذا الملتقى لأيقونة هذا المعرض الكاتب والأديب الراحل نجيب محفوظ. بكل تأكيد في كل مرة كنا بنسمع كلمة مكررة هي المطالبة من خلال هذه الخطوط وهذه اللوحات بالعودة إلى الثقافة والعودة إلى القراءة، ومهاجمة كانت من رسامينا على السوشيال ميديا وما أصابت به البشرية من حالة من التراجع في التعلم والقراءة والثقافة. في كل حلقة من حلقات برنامجنا سياستير دايما هنحاول ندور لكم على الجديد في عالم الخطوط والرسوم. نشوفكم الأسبوع القادم على خير.